طيب مثلا موضوع الست في الكتاب المقدس طالع لنا برضو شوية تهم كده إن الإنجيل downgrading the woman. الفكرة دي للأسف ساعات الناس بتصدقها، والحقيقة ده مش معناه إن الناس مش معرضش الإنجيل كويس. هل فعلا في كرامة للمرأة في المسيحية، ولا زي ما الملحدين بيقولوا الإنجيل ده بيخفز بالمرأة وبيطلعها أقل كتير من الرجل؟ طبعا بيجي أحيانا تهم زي ليه الست ما تبقاش قسيس. أقول شوية حاجات كقاعدة بقى في الدفاع عن مركز المرأة في المسيحية. أول قصة بتقابلنا آدم وحواء، الاتنين مذنبين والاتنين اتعاقبوا، لكن آدم تحمل مسؤولية أكبر بحكم أنه هو اللي سمع الوصية الأول، يبقى ربنا very fair. الاتنين اتعاقبوا لأن الاتنين مسؤولين والاتنين عندهم وصية كان مفروض يلتزموا بها. لاحظوا إذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الناس وخان خيانة بالرب فقد أذنبت تلك النفس. الإنجيل بيتعامل مش مع الجندر، بيتعامل مع النفس. الإنجيل دايما يبص للإنسان كنفس بتغلط، ملهاش دعوة برجل ولا ست، مش دي القضية. فهنا تلاحظوا في الشريعة تعامل رجل أو ست. كمان ربنا لما وعد بالخلاص جه الوعد لحواء الأول، لأنه نسل المرأة هو اللي يسحق رأس الحية. مثلا بصوا على مركز أمنا سارة في حياة أبونا إبراهيم، شوفوا كرامة الزواج من بدري قوي، بيحبها جدا، عايش معاها، بيسمع كلامها كتير، شريكة حياته 80 سنة جواز عقبال عندكم يعني أو أكتر. واضح إن هي بتسمع كلامه وهو بيسمع كلامها، عشان كده تلاحظوا إن احنا حطيناها في صلاة الإكليل. في قصة اسمها بنات صلحفاحاد، قصة غريبة شوية. هما كانوا يقسموا الأرض على العائلات، والعائلات تتجوز من بعضها عشان الأرض ما تطلعش بره السبط. في راجل جاب 5 بنات ما جابش ولا ولد، فكانت الأرض بتاعته هتروح بعد ما مات. فراحوا لموسى، فموسى راح لربنا قال له دي حاجة جديدة علي، الأرض بتاعتهم هتروح. قال له لا، يتجوزوا والأرض تفضل باسمهم هما. وده كرامة للست، وده يؤكد أن حتى في شريعة موسى الست زي الراجل في الأصل كان ده الكلام. يوم ما خرجوا من مصر مريم كانت هي اللي قادت التسبيح، هي اللي مسكت الدف وسقت التسبيح. عندنا قاضية اسمها دبورة، هي دي اللي عملت يعني قادت معركة لحساب شعب الله. عندنا أستير ملكة وليها كتاب باسمها. عندنا يهودات هي اللي خلصت الشعب في وجود شيوخ كتير قوي، كانت أرملة شابة وفي سفر باسمها. عندنا رعوز جاية من مؤاب وبقت جدة المسيح وفي سفر باسمها. مجرد كتاب مقدس باسم امرأة يؤكد احترام المرأة. مش في كتاب مقدس اسمه أستير، مش في كتاب سفر يعني اسمه يهودات، يبقى ده معناه ان المسيحية بتحترم المرأة جدا. حكاية ان احنا مخلوقين على صورته ومثاله ذكرا وأنثى، مش الراجل صورة ربنا والست لا، الذكر والأنثى صورة الله، لأنه هنا بيكلم عن النفس البشرية مش عن التشريح الجسدي. الإنسان مخلوق على صورة الله، يقصد نفس الإنسان. برضو إكرام الأب والأم، تلاحظوا مثلا في اللاويين يقول تهابون كل إنسان أمه وأباه، وحط الأم قبل الأب، فأحيانا يتحط الأب الأول وأحيانا تتحط الأم. آيات كتيرة تؤكد كرامة المرأة حتى في العهد القديم. هما بقى لما يمسكوا قضية زي حاجة اسمها ماء الغيرة، ماء الغيرة دي قصة معقدة شوية. لما راجل كان يشتبه في مراته أنها وقعت في الزنا، يروح للكاهن اليهودي في مية مرة كده تشربها، لو هي بريئة ما يحصل لهاش حاجة، لو هي مش بريئة بطنها جالها زي فتاء كده وت
تتهرول كده تتبهدل في منظرها، فيعرفوا أنها كانت عاملة عاملة. فالحقيقة القصد بالقصة دي أنه حماية للزوجة الكويسة من شك جوزها، لأن في زوج شكاك متعب هيفضل يتهم مراته. طالما هي بريئة كاهن بيحسم الموقف بالإجراء ده، بالتالي ده ما عندوش أدنى احتقار للست. ما تنسوش أن في الزمن اللي طلعت فيه شريعة موسى 3500 سنة من النهاردة، كانت الست محتقرة جدا، كانت عبدة، كانت تعامل معاملة غير إنسانية. فكون شريعة موسى رفعتها جدا وسوتها بالراجل في أغلب الكلام، دي نقلة ما كانتش موجودة في العالم ساعتها. موضوع أخو الزوج يجيب عيال من أرملة أخوه، ده كان إجراء استثنائي من أجل الحفاظ على الأرض. طبعا لما جت المسيحية وما بقتش الأرض هدف، اتمنع الإجراء ده، فممنوع أن الراجل يتجوز أخت مراته تحت أي ظروف. طبعا بالنسبة لموضوع الكهنوت، قبل ما نقول الكهنوت ليه مش للست، والحقيقة الكهنوت في العهد القديم كان لصبط واحد والعيلة واحدة وحيدة في الصبط كله، فكان كل الأصباط ممكن تقول اشمعنى. يبقى القصة مش راجل وست، ربنا اختص عيلة واحدة بالكهنوت من صبط لاوي، فيبقى القصة ما هيش ست وراجل. طيب الكاهن كان عقابه شديد قوي لما بيغلط، وبالتالي ما كانش حد نفسه يبقى كاهن بالفكر الحديث ده، لأنه الناس بتبص للكرامة على الأرض، لكن المسؤولية والحساب أصعب. المملكة كلها كانت معتبرة كهنوتية لأنه اسمه كهنوت ملوكي، فكل الشعب مقدس. يقول في الخروج تكونون لي مملكة كهنة، وده اللي بنسميه كهنوت العمومي أو العمومي. العهد الجديد بقى زود كرامة المرأة جدا، بداية من أم النور. العذراء عدت كل البشر، فأصبحت كرامة المرأة تبدأ من كرامة أمنا العذراء. أمنا العذراء صارت أم الله، ده لقب يعدي العقل يعني، فعدت كل الرجالة في الكرامة. فمين يقدر يقول دلوقتي ست وراجل بعد وجود أمنا العذراء اللي الرسل يبوسوا إيديها كلهم؟ عندنا قديسات بلا عدد، مش ضروري يبقوا رسل ولا كهنة، لكن عندنا مريم المجدلية، وعندنا أليصابات، وعندنا السامرية، وعندنا طبعا في التاريخ قديسات بلا عدد. في آيات صريحة تؤكد المساواة، لما يقول ليس ذكر وأنثى، يبقى ما عادش في فرق. المساواة هنا صريحة جدا. لما يقول أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وسلم نفسه لأجلها، ده مستوى راقي جدا في التعامل بين الراجل ومراته على مثل المسيح والكنيسة. اختيار الكهنوت يبقى من الرجالة، ده مرتبط بطبيعة آدم أنه اتخلق الأول، فآدم رأس البشرية، فصار الكهنوت يمثل المسيح، فرأس الكنيسة بيبقى راجل. لكن ده مش معناه أن كرامته أعلى من أي حد تاني. دي مجرد شوية أفكار في محاولة للرد على السؤال التقليدي أنه هل الكنيسة ضد كرامة المرأة ولا لا؟